في نواكشوط تسأل نساء لماذا يتأخر إقرار حقوقهن؟ فهل يلجم قانون النوع المتطرفين أم يكون عدم تمريره من البرلمان أداة لتكميم أفواه ناعمة؟ نتابع التفاصيل. لازم الواحد يبقى عنده أمل، ولازم الواحد يبقى عنده إصرار، ولازم يكون الواحد عنده تحدي. شوف الرسم إنه تضامني مع الناس وشعوري فيهم. فيما تصاعد الجدل ووجهت الاتهامات للمدافعين عن قانون النوع في موريتانيا بالسعي لإفساد المجتمع، تصدرت أول محامية في موريتانيا فاطمة تامباي وزميلاتها في المنظمات النسائية الحقوقية واجهة الدفاع عن هذا التشريع، المكرس حسبهن لحقوق المرأة والطفل مطالبات بإقراره. ظهر عنها إيجابية بالنسبة للمرأة الموريتانية اللي سابقا ما كانت تتعرض للعنف، واكثر كانت متعرضه للعنف بجميع نواحيها. مولي تجريم للتحرش وتزويج القصر وعقوبات لجريمه الاغتصاب والاساءه اللفظيه للزوجه بعض من مواد القانون الاكثر اثاره للجدل والذي قدمته الحكومه للمصادقه عليه من قبل البرلمان الموريتاني. وفي هذا المجتمع المراه حضنتنا فرد وقراتنا ونواة المجتمع وختنا وامنا الى اخره، وطريح الاخلاق عند حقوقها هو الدوني من حقها علينا. في ظل حملات اعلاميه مناهضه للقانون الجديد ومطالبه باخضاعه للشريعه الاسلاميه والمذهب المالكي السائد في البلد، دافع بعض الفقهاء عن القانون الجديد واعتبروه مهما في مجال دعم الترسانة التشريعية في ميدان حماية المرأة. القانون قانون ينتمي إلى مرحلة متطورة على البنيات التقليدية والتفكير النمطي المحافظ السلفي الذي يعانيه الشعب الموريتاني عموما، ولذلك فأنا لما قرأت هذا النص لم أجد فيه ما يتعارض مع فهمي للدين الإسلامي. صيحة فزع أطلقها دعاة التيارات المحافظة في المجتمع من الذين يحسبون كل تطور في تشريعات حماية المرأة تقليصا وتحديا لهيمنتهم وسطوة نفوذهم على نصف المجتمع. دقت ساعة المساواة، هكذا يصفون شطاو حقوق المرأة القانون الجديد الذي يهدف كما يقولون لحماية حقوق النساء وعدم تهميشهن أو تعنيفهن. زين العابدين محمد، برنامج يوم على الحرة، نواكشوط.